هل يشعر الطيار بالملل من الرحلات والسفر؟ بصراحة هذا السؤال حلو. أكترية الوقت الطيار عنده كتير قصص يعملها، خاصة على الرحلات القصيرة. هلا بالرحلات الطويلة من بعد ما نعمل كل التحضيرات والأساسيات والشغل الأساسي اللي عم نعمله، لما تصير الطائرة بالكروز على عنا شي ساعة أو ساعتين من التحليق على العالي، وهون الطيار مهامه على الطائرة صار بس يراقب الأجهزة ويتأكد انه الطيار الآلي عم يعمل كل شغله مزبوط. ناخد تعليمات من برج المراقبة، نجرب نلاقي طريقة بركي منقصر فيها المسافة، نضل نتأكد نحن انه الوقود على الطائرة ما عم بينقص بشكل مش طبيعي. بهالمرحلة معقول الطيار يحس بالملل. هون اكيد كمان عندك زميلك او زميلتك اللي فيكم تحكوا مع بعض بخصوص مواضيع كتيرة مثل اوضاع بالشركة، صحيح، الحياة العامة، صحيح، وغيره من المواضيع المتعددة. الأخ. على كل حال انا طبع ميركس مع نادي سليمان وبشوفكم حلقة الجاي.